السلام عليكم ابطال، مرحبا بكم فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان وبخير. اسمحوا لنا غبنا عليكم، ولكن ما غبناش غير هيدا وصافي على الخاوي، ولكن غبنا باش نجيبوا لكم الجديد. الجديد اللي هو هذا الفيديو اللي غنهضروا عليه اليوم، هو انني مشيت وتدربت وجبت الدبلوم من مدرب خصم جمال بن صديق الهولندي اللي في ريختس، اللي هو المدرب ديالو عبد السلام الملقب بعبدو رئيس جمعية رحمة. جبنا معاه هاد الدبلوم هذا اللي هو يعني دورة تكوينية للأساتذة في رياضة الفيتنس والكيك بوكسين، مع أني أنا بشحال هادي ما قول لكم معلين 16 عام ما حديت الكيك بوكسين ولا ركبت شي وانطيس باش نتريني الكيك بوكسين مدة طويلة، ولكن واخا هذاك باقي كنعقلوا شويه. غتشوفوا الفيديو ان شاء الله كنتمنى يعجب لكم، ولكن كاين واحد جديد اخر، هو انني دبرت تيكي الورقه باش ندخلوا النزالات ديال جمال بن صديق وبدر هاري ونصوروا لكم ان شاء الله مباشره، وغندير الفيديو على هذا الشيء ونوري لكم ان شاء الله التيكيت ولا باش ديك الورقه باش ندخلوا ان شاء الله. دبرت جوج ورق، وحده ليا وحده لصاحبي، غنديروا عليهم الفيديو. هذا هو الجديد ان شاء الله. لذلك اللي ما تابوناش معنا يابوني معنا باش ان شاء الله يوم النزال يتفرج نزالات المغاربه، الابطال المغاربه اون ديريكت. ما نطولش عليكم الخوت، نخليكم مع الفيديو اللي هو اللي فيها تدريبات يعني قاسيه من هذا الاستاذ هذا المدرب هذا، اللي يعني يستاهل بزاف التشجيعات. علاش؟ وكنتمنى ان شاء الله من الابطال المغاربه يمشيو جمال بن صديق، طارق خبابز، بدر هاري ولا اسماعيل الزهر، يمشيو يجربوا هذا المدرب هذا، ما يخسروا والو. المهم ما نطولش عليكم الخوت، نخليكم مع الفيديو، نتلاقاو من بعد. Papito VS, travaille sérieux pour être balèze. J'barre dans l'RS, si tu fais le malin, y'a les frérots qui blessent. God time, God bless, j'fais mes bails en finesse. Le soir, t'as j'montre le fitness. Achille, qu'un go fait les pecs. Habiba taille, billet chez steak. J'veux pas de gras, rajoute-moi des protes. Ntcha, Cédric me dav qui deck. Le Bridley, Jacques qui deck. Le Bridley, Jacques qui deck. Team Papito VS. Papito VS, Papito VS, Papito VS.
المهم الخوت وصلنا الى نهايه الفيديو وبغيت نقول لكم بان كنعتز بهذا الدبلوم هذا كنعتز به لان خرج من القلب للقلب. هذا السيد هذا عطاني هذا الدبلوم هذا بقلبه وعطاني هذا الكاسكيت هذا هذه اللي فيها انفوجن دوريجين. هذا الكاسكيت دوريجين ديال انفوجن بابو ظبي منظمه الكيك بوكسين انفوجن اللي كان كيلعب فيها بزاف ديال الابطال المغاربه. المهم الخوت ما نطولش عليكم، تلاقوا في فيديو قادم ان شاء الله وما تنساوش لايك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.